اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. صباح الفل. صباح الخير يا نهله، وصباح الخير لكل مشاهدينا اللي بينضموا الينا دايما من خلال شاشه الثانيه وبيتابعونا. النهارده يوم ان شاء الله يكون جميل مع حضراتكم في مصر جميله، وعندنا فقرات متنوعه. هنبدا في الاول مع الكاتب الصحفي الاستاذ علاء الحلواني، وطبعا الموضوع الرئيسي هو وصول السيد الرئيس للنيجر لرئاسه القمه الافريقيه الاستثنائيه، وحديثنا ايضا في هذه الفقره هيكون عن تفعيل الاتفاقيه التجاره الحره للاتحاد الافريقي، وتعتبر من اهم الاتفاقيات اللي تسعى اليها مصر وبتحاول ان هي تفعلها بشكل جيد. كمان هيكون عندنا فقره تانية، هي فقره ابيض واسود اللي بتغيب عننا احيانا، بتوحشنا بترجع تاني. من خلالها بنتذكر رموزنا الراحله لاسره الحياه الفنيه. الحقيقه ان الفنان شوقي شامخ كان عيد ميلاده في 25 يوليو رحمه الله، وبالتالي في هذا الشهر احنا بنتذكره وبنحاول تكريمه من جديد في صوره بنته زميلتنا في الهيئه الوطنيه للاعلام بيرين شوقي شامخ، مذيعه قطاع الاخبار، هتكون معانا النهارده وهتتكلم عن والدها ومشوار عطائه كفنان وكإنسان وكأب. ودايما هي بتقول له كان مزيج يعني للرجولة والحزم والصرامة إلى جانب الحنان. هنعرف معلومات كتيرة عن شوقي شامخ إن شاء الله في هذه الفقرة. هنطلع مع حضراتكم لفاصل ونرجع نستقبل أول ضيوفنا إن شاء الله. في الفترة الأخيرة ونظرا لدور مصر الهام بالقارة الإفريقية، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة كل من غينيا، كوت ديفوار والسنغال لإعادة روح التقدير الشعبي والرسمي المتبادل، تأكيدا لجدية مصر وإدراك قيادتها لمسؤولياتها إزاء القارة، وترجمة هذه المسؤولية إلى واقع ملموس يعزز علاقات مصر بدول القارة ويحقق التواصل والتشاور السياسي من أجل حل المشكلات الإفريقية وبناء علاقات تعاون متطور يحقق مصالح شعوبها وآمالها في الاستقرار والتنمية. كما قام السيد الرئيس بجولة أوروبية لبيلاروسيا ورومانيا لتوقيع اتفاقيات في مجالات التعاون الثنائي والاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما شارك سيادته في قمة العشرين المقامة بمدينة أوساكا اليابانية ومناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي والمناخ والطاقة وسبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. أنا بحضراتكم، حلم من أحلامنا كقارة أفريقية هو أنه يزيد حجم التبادل البيني بيننا وبين بعض، ونحن نعمل وحدة وتكامل اقتصادي بيننا. ده كان حلم عربي يعني بدأ يكبر ويتحول إلى حلم أفريقي، خاصة أن احنا رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية. دايما الرئيس السيسي عنده أحلام كبيرة وأحلام طموحة، والجميل أن احنا بنقدر نحققها على أرض الواقع وما بتظلش أبدا في منطقة الحلم. علشان كده سافر الرئيس السيسي بالفعل ووصل إلى عاصمة النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية، واللي من خلالها هيتم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين عدد من الدول الإفريقية حوالي 26 دولة. ده طبعا ممكن يأثر على الاقتصاد ويأثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية بشكل رائع للغاية. خلينا نشوف تداعيات يعني هذه القمة وأثرها على الدول العربية، وريادة مصر شكلها إيه لهذه المنطقة في الأيام القادمة. معنا لتحليل هذا الموقف الكاتب الصحفي علاء الحلواني، رئيس القسم السياسي بالأخبار المسائي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم، صباح الخير على حضرتك. حضرتك منورنا يا فندم في مصر جميلة. والحقيقة لما بنتكلم على مصر والاتحاد الأفريقي فبنقول إنه إحنا بنعمل مجهود كبير جدا يفيدنا كمصريين وأيضا يفيد القارة الأفريقية. أهمية وصول السيد الرئيس للنيجر وأيضا رئاسته للقمة الاستثنائية اللي بتنعقد، وطبعا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة. زي ما حضراتكم قلتوا وتفضلتوا إن ده حلم من الأحلام الجميلة جدا لشعوب القارة الأفريقية. عارفين كلنا أن القارة الأفريقية فيها واحد ما يقرب من 1.3 مليار مواطن، فيها تجارة
يعني بتتعدى او بيستوردوا ما يقرب من 3.4 تريليون دولار. لكن للاسف الشديد حجم التجاره البينيه بين دول القاره منخفض جدا، يعني ما يصلش ل 16 او 20%. ده اللي خلى الزعماء الافارقه وبالتحديد خلال هذه الفتره الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتخاب مصر لرئيس الاتحاد الافريقي منذ فبراير الماضي ان هم يفكروا في ضروره تفعيل التجاره البينيه بين القاره الافريقيه، وان هي تكون تنطلق خلال هذه الايام، خاصه ان احنا شايفين ان الظروف كلها بقت مهيئه لدول القاره للتعاون فيما بينها والتكامل اقتصاديا، خاصه ان احنا شايفين العالم كله بدا يتكتل اقتصاديا، وهذه الاتفاقيه يمكن من دواعي الايجابيات المهمه جدا ان هي ثاني اتفاقيه على المستوى العالمي من حيث الكم والكيف في نفس الوقت، خاصة ان احنا عارفين اكبر اتفاقية التجارة العالمية. لما الاقي اتفاقية بين ما يقرب من 1.3 مليار مواطن، اعتقد ان سبل النجاح هتكون مهدده ليها، خاصه ان افريقيا بتتمتع بثروات طبيعيه وموارد بشريه وموارد طبيعيه غير مسبوقه. لما انا اوصل في هذه المنطقه الى قدر كبير، واللي بتشهده اللي بتتطلع له الاتفاقيه انها تصل لما يقرب من 60 و70%، بدل ما هم 16% في الوقت الحالي التعاون بين الدول الأفريقية، أعتقد أن هي هتكون طفرة كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي لكل شعوب القارة، خاصة أن أنا عارف عندي أن في الوقت الحالي القيود اللي كانت بين الدول الأفريقية هي اللي كانت بتعرقل هذا التبادل، واتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية بتعني أن أنا بزيل كل القيود القانونية والجمركية على التبادل بين الدول الأفريقية. وزي ما احنا عارفين يعني معظم الدول الافريقيه 53 دوله وقعت على 52 دوله من ال 55 دوله الاعضاء في منظمه الاتحاد الافريقي وقعت الاتفاقيه، يعني اغلبيه كاسحه ولكل الدول هتستفيد منها، خاصه ان احنا عندنا موارد طبيعيه واقاليم جغرافيه متنوعه، فعندي اللي موجود في شمال القاره غير اللي موجود في جنوبها وغير اللي موجود في شرقها وغربها، فده هيؤدي الى زياده مساحه حريه تداول السلع والبضائع. وفي ميزه اخرى كمان، انا اعتقد الرؤيه يا فندم فيما بعد انه يعني بتفعيل هذه الاتفاقيه لازم يبقى في صناعات في الدول الافريقيه بشكل متميز، لانه احنا لو احنا هنتداول ما بيننا مواد خام اعتقد لا يكفي، لازم يكون في صناعات. ده الشيء اللي اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فوزه في الانتخابات الرئاسيه، وبدانا ان احنا نتطلع ليه في عندما تولت مصر رئاسه الاتحاد الافريقي، خاصه ان احنا زي ما بقول لحضرتك دايما كانت القاره الافريقيه للاسف الشديد كانت يعني محط انظار القوى العسكريه في العالم. زمان كان في احتلال عسكري كانوا بييجوا ينهبوا الخيرات وثروات الشعوب الافريقيه، وبعد كده في الفتره الاخيره بقى عقب انتهاء الاحتلال العسكري بدا هناك احتلال اقتصادي، بيتم استيراد السلع والمنتج او الموارد الطبيعيه الافريقيه بملاليم، وبيتم اعاده تصديرها بمليارات الدولارات. علشان كده كان الرئيس دعوته للتكامل ما بين صناعيا ما بين دول افريقيا هي الهدف الاساسي في اتفاقية التجارة الحرة، خاصة ان احنا في الوقت الحالي اصبح لدينا تكامل كبير جدا، ومصر بالذات بالتحديد هتفيد القارة الافريقية في هذه القضية بالذات، خاصة ان انا عندي منطقة تجارة حرة في قناة السويس بتستفيد منها ايضا كل الدول الافريقية والدول اللي هي اتفقت يعني وقعت الاتفاقية 53، خاصة ان هذا الموضوع بالتحديد هيدي الدول الأفريقية ميزة، مش كمان تجارة بينية بينهم، لا هيتمكنوا من تصدير منتجاتهم عبر منطقة التجارة الحرة في قناة السويس، وده هيخلي كل الشعوب الأفريقية هتزيد إنتاجها لصالح مواطنيها، خاصة في ظل بقى إيه إن أنا عندي دول أفريقية متقدمة اقتصاديا وصناعيا زي مصر وجنوب أفريقيا وغيرها وغانا وبعض الدول اللي هي بتمتلك المقومات الاقتصادية. وعلشان ما نشتكيش، لأن جرت
خلاف العادة على أن الدول الأفريقية دايما كانت بتشتكي من أن التجارة في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب. دلوقتي الجنوب كله هيتحد مع بعض ويعمل قوة اقتصادية يستطيع بها أن هو يجابه الشمال ده أو يصدر له، أو يعني مش بس يكون هو مستورد دائما أو أنه يكون بس بياخده سكة المواد الخام اللي طالعة لبرة، ولكن لما يكون عندنا احنا قوة اقتصادية كتلة واحدة بنتكلم عنها زي الاتحاد الأوروبي، يكون الاتحاد الأفريقي بيفعل مبادرات زي دي، ده كمان بيعمل حالة اقتصادية على المستوى العالمي مختلفة. ياريت نربط ده كمان بحضور السيد الرئيس لقمة العشرين قبل كده، لأنه طبعا هو كان متحدث باسم الدول الأفريقية مع أكبر اقتصاديات في العالم 20 دولة. ده هيدينا قد إيه ثقل دلوقتي لما نكون قادرين على إن احنا نسير اتفاقنا للتجارة الحرة ما بيننا في حديثنا للعالم. يعني عايزه اضيف برضو على كلام نهله يا فندم انه ده كمان بيحول المجتمع من استهلاكي لمجتمع منتج. ده تمام، ده بالتاكيد لما نشوف هذا الموضوع بالتحديد زي ما اتفضلتم مشكورين وقلتوا ان هذا الموضوع هياخد بعد اخر في خلال الايام القادمه او خلال الشهور القادمه في مجالات كثيره. احنا عارفين العالم كله بيمر بمراحل اتفاقيات تجاره، خاصه ان افريقيا هي اهم يعني اكبر قارات العالم في هذا المجال بالتحديد نتيجه ثرواتها الطبيعيه والبشريه اللي من خلالها هتستطيع ان هي تؤسس كيان اقتصادي جديد. احنا اقوى من الاتحاد الاوروبي في هذا المجال، هم بيمتازوا بالصناعه، احنا بيمتاز بالموارد الطبيعيه. اتفاق الرئيس يعني لما نيجي نتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل هنلاقي مثلا اذا قارنا تجاره مصر البينيه بين الدول الافريقيه مع مصر والدول الافريقيه هنشوف انها يعني حجم ضئيل جدا. لما اشوف هي وصلت السنه دي ل 4.7 من 10 مليار دولار، العام الماضي كانت 3.7 من 10 مليار دولار. طبعا ده ناتج يعني جزء بسيط جدا ما بين مصر وما بين دول القاره. لما اجي انا بقى افتح منطقه التجاره الحره وافعل ده واشوف الرئيس بيسعى، الرئيس الاتحاد الافريقي اللي هي مصر في الوقت الحالي بتسعى الى زياده التعاون ما بين دول القاره من ناحيه وما بين دول العالم من الناحيه الاخرى، خاصه ما جرى في قمه العشرين واجتماع الرئيس الجنوب افريقي والرئيس السيسي ورئيس السنغال في مع قاده زعماء دول العشرين اللي كانوا موجودين في اليابان، والعمل على الوصول لاقصى استفاده ممكنه للقاره الافريقيه في الوقت الحالي. اعتقد ان احنا خدنا يعني قفزنا قفزه كبيره جدا في مجال بدايه التعاون بين الدول الافريقيه وما بين الدول الافريقيه ودول العالم، خاصه كمان ان انا عندي ان اتفاقيه الحزام والطريق اللي هي بتعملها اللي هي بتعملها الصين في الوقت الحالي، ومصر هتصبح فيها البوابه الاساسيه للقاره الافريقيه في دخول هذه المنتجات، وان الرئيس السيسي بيسعى بيعمل قاعده جديده زي ما حضرتك اشرت وقلتي ان احنا عايزين صناعه، وهو بيسعى لتوطين الصناعه مش في مصر بس، في القاره الافريقيه. ان انا احول يعني ما احولش ان يكون نصدر ونستورد فقط، ان احنا يكون عندنا صناعه، وان انا بس ما استوردش الصناعه ان انا اجيبها عندي يكون مجرد ان انا اعقد اتفاقيه مع دوله من دول الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده او غيرها، وان انا اتحدث عن اقامه مصنع مثلا سيارات في افريقيا او في مصر او في غيرها، لا، انا عايز انقل التجربه ديت حتى تكون افريقيه. ان انا لو جبتها في هذا الوقت الحالي كي مثلا شركه من الشركات السيارات العالميه انها بتنتج سلعه او هتنتج سياره في مصر او في دوله افريقيه، ان انا عايز بعد كده المرحله الثانيه تكون ان انا يكون عندي مصنع افريقي من خلال الاستفاده بما حدث في المرحله الاولى من انشاء مصنع من هذه المصانع. علشان كده يمكن اتفاقية التجارة الحرة ما بين الدول الأفريقية أعتقد أن هي هتؤسس لمرحلة جديدة في التقدم الاقتصادي لشعوب القارة الأفريقية وزيادة معدل النمو اللي هو هيساعد على القضاء على كل المشاكل الموجودة في القارة من بطالة وفقر وجهل ومرض نتيجة قلة الإمكانيات اللي موجودة في القارة نتيجة الاستغلال أو الاحتلال الاقتصادي اللي هو موجود في دول القارة من الدول الكبرى. واعتقد كمان يا فندم ان ده بيحرك المجتمع بشكل جيد مش بس في الشق الاقتصادي، لكن احنا بنتكلم على جوده تعليم، جوده صحه، بنتكلم على جوده خدمات مقدمه، شبكه طرق ومواصلات للساده المواطنين، ولا ينتفع بها ايضا الاستثمارات الخارجيه او الداخليه. فاحنا بنتكلم في نقله مختلفه للقاره الافريقيه بتفعيل هذه الاتفاقيه. ده تمام. احنا لما نشوف الافكار اللي هي بدات تطلقها مصر عقب فوزها برئاسه الاتحاد الافريقي خلال هذا العام، افكار كثيره جدا، الهدف الاساسي منها هو رفع معدل النمو في شعوب القاره، الوصول لكل وسائل التقدم والتكنولوجيا اللي هي بتساعد دول القاره على التقارب او
الوصول للمستوى العالمي في دخول الافراد هو مستقر، ومستوى الرفاهيه اللي هو موجود في كل دول العالم، ده بدا له حاجات كثيره جدا، منها محور القاهره كيب تاون اللي هو بيتكلم عن مزيد من زياده الربط بين دول القاره، سواء بقى من تحسن وسائل النقل، الاتصالات، الوسائل التكنولوجيه الحديثه، كل ده هيخليني اقضي على كل الاثار السلبيه او الظواهر السلبيه اللي موجوده في دول القاره، خاصه فيما يتعلق زي ما حضرتك قلت ان انا لابد ان يكون عندي تطوير تعليم، بنيه تحتيه، طرق. يعني طبعا ده فكر يعني استراتيجي وعلى المدى البعيد، لانه مش ممكن ابدا هنستورد مواطنين يشتغلوا في الاستثمارات دي اهل البلد اولى بيها. ده بالتاكيد، ده هيخلي عندي بالذات معدل البطاله اللي هو منتشر في كافه الدول الافريقيه نتيجه عدم الاستغلال الامثل لثرواتها، هيكون عندي يعني ينخفض ويكاد يكون انتهى تماما، وبيحل مشكله الهجره الغير مشروعه. ده بالتاكيد، وده يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كويس ان حضرتك اشرت لهذا الموضوع، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستغل ده استغلال امثل لصالح شعوب القاره مع دول الاتحاد الاوروبي اللي هي بقت مقصد للهجره غير الشرعيه. فالرئيس عندما بالتشاور مع رؤساء الاتحاد الافريقي، مع رؤساء الدول الافريقيه، استغل ده مع الدول الاوروبيه ان هي يعني من خلال مشاوراته ومن خلال اساليبه السياسيه ان هو بدا يعقد اتفاقيات مع الدول الاوروبيه ان هي تمول كثير من المشروعات الأفريقي. وتدعم الاقتصاد الافريقي للحد من الهجره الشرعيه الغير شرعيه اللي هي بدات تؤرق كل الدول الاوروبيه نتيجه الهجره المتزايده للدول الاوروبيه اللي بدات تؤثر عليهم في كل المجالات، سواء سكانيا او اقتصاديا او امنيا. فعلشان كده يمكن احنا داخلين على مرحله جديده، وهم الدول الافريقيه، مصر اذا كانت يعني شفنا حتى تغيير زي ما حضراتكم اشرتوا لاستراتيجيه التعاون في افريقيا والمرحله القادمه، ان مصر حاليا مش بتستغل ده لصالحها فقط، لا، ان انا النهارده لما بتحدث عن اصلاح سواء سياسة او اقتصاد او اجتماعي في دول القارة، بدأت ان انا يعني ابدأ من الاساس ومن حجر الزاوية. ويمكن احنا شفنا في الفترة الاخيرة مؤتمر مكافحة الفساد اللي هو في شرم، اللي كان في شرم الشيخ، اللي هو بيدعو مش حكاية بقى ان انا الفساد الاداري فقط، لا، كل صور الفساد اللي هي موجودة في القارة الافريقية نتيجة بقى زي ما بنقول انتشار ملفات يعني كانت مسكوت عنها او يعني موجودة بالتقادم، ده زي تمام. فكرة يعني ان التجارة ما تكونش بين الافارقة وبعضهم، زي فكرة الفساد في الدول الافريقية وازاي نعمل حوكمه، يعني كتير من الافكار بدا طرحها، زي تسويه النزاعات اللي مهتم بيه الرئيس السيسي بين الدول الافريقيه. لانه اي تنميه عاوزين نعملها حقيقيه لابد ان احنا النزاعات بين الدول الافريقيه تسوى بشكل جيد جدا علشان تسمح بالتجاره او بنمو الاقتصاد. وده بيدفعنا للحديث عن المعوقات، ازاي نقضي على المعوقات، ازاي الحدود يبقى عبورها اسهل، بالاضافه الى طريق كيب تاون، القاهره كيب تاون هو حاجه مهمه جدا، لكن ماذا يعني عن الحدود، ماذا عن القيود المفروضه، نعمل ايه علشان ننجح هذه الفكره؟ هو طبعا الاتفاقيه كلها بتنص على ازاله كل القيود القانونيه من جانب، والتعريفات الجمركيه اللي هي موجوده بين الدول، وده شيء مهم جدا. لكن خلينا اقول ان الطريق مش هيكون مفروش بالورود، لان الدول الاقتصاديه الكبرى زي الصين ودول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وغيرها، الدول اللي لها مصالح في افريقيا مش هتترك هذا الموضوع يمر، هتقدم اغراءات للدول الافريقيه، هتبدا ان هي تخفض سرعة اسعار السلع اللي هي سواء اللي هي بيتم تصديرها للدول الافريقيه، نتيجه بقى هيبقى في صراع اقتصادي شرس. علشان كده الشعوب الافريقيه لابد ان هو او رؤسائها وكل مؤسساتها الاقتصاديه لابد ان هو يكون بينها الوعي الكافي اللي هو بيساعد على تجاوز كل هذه الاثار، ان تقدم هذه الدول كافه الضمانات والتسهيلات لإنجاح هذه الاتفاقية طبعا. من خلال زيادة التعاون وزيادة التباور وإزالة كافة المعوقات سواء الإدارية أو غيرها. أنا عارفين إن أنا في زي موضوع القاهرة كيب تاون أو محور القاهرة كيب تاون ده هيساعد على زيادة التبادل التجاري من خلال الربط، شبكة ربط المواصلات سواء البري أو النهري أو البحري. طبعا في تفكير كمان في إقامة شبكة يعني في نهرية للربط بين الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، فده برضو هيبقى مشروع هايل للتبادل التجاري. ده مشروع هايل فعلا، وأعتقد إن هو إحنا بدأنا في مصر فيه، بدأت فعلا
تاخد فيه خطوات كبيره جدا مع دول افريقيه. ويمكن اخرها امس كان لقاء الرئيس لقاء وزير الخارجيه سامح شكري مع وزير خارجيه بوراندي اللي هو احدى دول حوض النيل، وبدانا فعلا ان احنا نفعل الكلام ده. وعلشان كده هي الفتره اللي جايه وبالتحديد فيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديه فيما يخص التعاون الاقتصادي بين دول افريقيا هتشهد يمكن سلسله من التسهيلات والاجراءات اللي هي كانت لا يمكن الاقتراب منها قبل كده، خاصه ان احنا شايفين الشعوب الافريقيه بدات فعلا تعي وتدرك تماما ان مصلحتها في التعاون، خاصه ان مصر في خلال هذه الفتره بدات تفكر في يعني كيانات اقتصاديه صناعيه في الدول الافريقيه اللي هي موجود فيها بعض او ثروات معدنيه كبيره من خلال دعمها بالخبرات الفنيه وبالاداريه وبرؤوس الاموال. واعتقد يا فندم كمان انه اضافه تولي مصر للاتحاد الافريقي ده بيديله قيمه لانها بتربط افريقيا بالدوائر العربيه وايضا الاوروبيه والعالميه. فمصر هي محور يعني او وسط العالم، فبالتالي الدوائر مصر شبكه القاره الافريقيه مع كافه القارات. ده تمام، ده احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك اتفاقيه الحزام والطريق، الدخول باب الدخول هي مصر. عندنا منطقه التجاره الحره في قناه السويس، باب الدخول هي مصر. الميزات الاضافيه اللي هتكتسبها الشعوب الافريقيه او الدول الافريقيه من مصر كثيره جدا. العلاقات العربيه لمصر او التعاون العربي مع مصر والتباين ما بينها وما بين الثروات الموجوده في قاره افريقيا ايضا هتتم من خلال مصر. علاقات مصر الجيده الخارجيه اللي هي بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسمها باقتدار شديد جدا بعد ثورة 30 يونيو وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية مع كافة دول العالم من خلال السياسة اللي هي بتعتمد على الندية في تعاون دول العالم، بتؤسس لإقامة كيانات اقتصادية في الشعوب القارة. خاصة مصر مش معنى ان هي هترأس الاتحاد الافريقي السنة دي وهتسيبه السنة الجاية، لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية مع القادة من انواع الثقة وعودة الدول العربية الى الثقة في مصر اللي هي مركز الثقل اللي كانوا بيتمنوه طول عمرهم ان مصر تتولى هذه المسؤولية وان يرجع علاقات طيبة جدا. انا بشكر وجود حضرتك معانا الكاتب الصحفي علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بالاخبار المسائي، شكرا جزيلا على وجودك وتحليلك لهذه الاتفاقية للتجارة الحرة. ربنا يخليك. شكرا. هنطلع فاصل مع كل المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم الفقره القادمه فقره ابيض واسود، وبشرفنا ان احنا يكون معانا ضيفتنا في هذه الفقره الزميله العزيزه الاستاذه بيرين شوقي شاه. قدير احنا كلنا اقل من ان احنا نتكلم عليه اصلا او عن مجهوداته وشغله كله، واكتر حاجه انا بحبها ليه كانت رأفت الهجان والزيزيني. فنان قدير وذو تاريخ، اهم اعماله رأفت الهجان والزيزيني. في الجزء الاول مسلسل ليالي الحلميه رأفت الهجان، وفي مسلسل ليالي الحلميه ومسلسل الزيزيني، وكان ممثل قدير الله يرحمه يعني، ويعني متعوضش من مسنهم متعوضوش يعني، وكان بينا ادوارهم ورا القدير بصراحه يعني. تمثيله كويس جدا، كان طالع في ادوار ليالي الحلميه، وكان طالع في مسلسل زيزانيا، وكان طالع في رأفت الهجان. نرجع مره ثانيه مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. ومصر جميله، ودايما في فقره ابيض واسود بنستمتع بالذكريات الجميله، والنهارده الحقيقه هي قارئه نشره باللغه الفرنسيه وايضا قارئه للنشره الجويه بيرين شوقي شامخ، وهي كمان بنت الزميله العزيزه الاستاذه سيفين صلاح الدين، بنت الفنان القدير شوقي شامخ. صباح الخير، منورانا واهلا بيكي معانا. في ربنا يخليكي، ده نوركم. الله يخليك، ميرسي، ومنورانا فعلا. واحنا كده عايزين بقى نطلع على الوالد وعلى مسيره حياته سواء الفنيه او طبعا كاب، ودي حاجه اكيد بالضبط عزيزه عليكي. هو من مواليد الشهر ده، فاحنا حقيقه كده 25/7 بنحتفي بعيد ميلاده رحمه الله. وهو طبعا خريج تجاره جامعه عين شمس. صحيح. صح. اشتغل في وزاره التربيه والتعليم وعمل في الفرقه المسرحيه بتاع وزاره التعليم. ده حقيقي، ده فتره فعلا بعد التخرج فعلا. نتكلم بقى عن بدايته وازاي شاف فؤاد المهندس وضمه للفنانين المتحدين ومسيرته بعد كده بدات ازاي فنيا. هو بابا في الاول كان طبعا موضوع التمثيل بالنسبه له يعني كان في باله من هو صغير، بس ما كانش اخذ الخطوه. دخل تجاره واتخرج من جامعه عين شمس، حس ان هو في حاجه ناقصاه، ان هو لازم يعمل حاجه. فكان من بدايه مشاركته كان من مسرح الجامعه، كان بيشارك في مسرحيات كتير. ابتدى يسعى، اول عمل ليه كان يعتبر الشهد والدموع، ده البدايه الحقيقيه ليه في الدراما.
انا حتى جده الله يرحمه ما كانش في الاول مقتنع ان بابا يخش الترتيب، كان فاكر ان هي مهنه برده مش هتبقى مستقره، وان هو يعني مش هيبقى مستقر عامه لا في حياته ولا في شغله. فلما شاف ولقى ان الناس في ردود افعال حلوه عليه يعني ابتدى يقتنع، يعني ان هو الواحد لما بيعمل حاجه اللي هو بيحبها فبينجح فيها وبيكمل فيها. وهو برده البدايه قويه، المال والبنون من اهم الشهد والدموع عفوا من اهم المسلسلات اللي شفناها. بالظبط طبعا، يعني حاجات في العلامات علامات الدراما المصريه لحد دلوقتي الناس فاكراها طبعا، وحاجات كتير. بالظبط هو يعني الحقيقه يعني هو اشتغل مع كده عمله ثلاثي تقريبا مع أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبد الحميد. فعملوا لنا أعمال كثيرة جدا، فكرينا بأهم الأعمال دي. أعتقد فيه طبعا أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية وغيرها من الأعمال طبعا. كلمينا عنها وعن الجمع الحلو ده، إزاي الثلاثة دول اجتمعوا مع بعض؟ هما دايما فعلا تحسي هما كانوا دايما يعني معظم أعماله المهمة جدا كانت مع أستاذ أنور، أسامة أنور عكاشة الله يرحمه، أستاذ جمال عبد الحميد. برضو من الحاجات اللي كانت مهمه قوي ارابيسك، كان من العلامات يعني ثابت علامه مع ناس شريف زازا لحد دلوقتي طبعًا. يعني ناس كتيره بتفتكره بشريف زازا، فيها لمحات كوميديه وده يعني مغاير طبيعه تمثيله في الادوار الثانيه. ده حقيقي يعني هو كان ابتدى اللي هو الحس الكوميدي بتاعه ده برضو لقى قبول قوي عند الناس، بعيدا بقى عن الحاجات تبقى دراما، كان في حس دراما الكوميدي ده كان بيديله شويه اختلاف عن الادوار اللي عملها قبل كده. بس هو فعلا يعني استاذ اسامه الله يرحمه مع استاذ جمال عبد الحميد كانوا دايما مع بعض، ومش بس في الشغل حتى في الحياه العاديه، بالظبط العاديه احنا يعني دول كانوا اقرب اصحاب في الوسط الفني. حقيقي في الوسط الفني استاذ جمال واستاذ اسامه انور عكاشه الله يرحمهم. الله يرحمهم يا رب. برده بابا مثل مسرح وطبعا له بعض المسرحيات، شاهد ما شافش حاجه دي برده دي يعتبر من بداياته، وبرده كان عملها كانت من اول مسرحيات اللي عملها يعتبر شاهد ما شافش حاجه. بس هو ما شاركش في المسرح كتير، يمكن اكتر الدراما والسينما، بعض الافلام المهمه زي كتيبه الاعدام، البحث عن سيد مرزوق، في افلام كتير برضو كانت ليها علامات يعني في السينما المصريه في الفتره اللي هما كانوا فيها. بس المسرح ما كانش ليه مشاركه قوي او قويه زي الدراما. الدراما كانت اكتر. خلينا نتكلم على شوقي شامخ الاب وفي البيت وحياته الشخصيه كانت عامله ازاي. بابا يعني عندك اخوات؟ انا عندي احمد اخويا، هو احمد اخويا، بس هو بعيدا عن الاعلام وعن الفن. يعني بابا في حياتنا الاسريه كان هو كاب مسؤول، يعني هو كان فاصل حياته العمليه عن حياته الاسريه تماما، فكان منظم جدا مسؤول، كان دايما الجو الاسري ده فيه دفء على طول، بيجمعنا حواليه بيشوف احنا عاملين ايه. ما كانش من الناس اللي هو مثلا وقت ما يعمل دور او حاجه ينعزل تماما عننا، لا هو كان ليه اوقات بيركز فيها في شغله بس مش بينعزل عن الحياه معانا، وان هو يشوف احوالنا. بابا كان كريم جدا، وكان عارف الناس اللي عندها قبول، يعني في اي مكان يقعد فيه يتكلم تلاقي الناس كلها بتسمع له، الناس كلها بتبقى حواليه. كانت ايه اهتماماته غير الفن؟ بابا كان يحب الكتابه، وكان الرياضه يمكن الفتره الاخرانيه كان اهملها، بس هو كان برضو حريص ان هو كان يروح النادي، يحب يتمشى، يصحى بدري. هي الكتابه، كان بيحب الكتابه حقيقي، بس برضو شوية أهملها. في كانت إيه؟ مقالات، مذكرات؟ دايما مذكرات مثلا، حاجات كان عايز يكتب حاجة برضو زي كتاب أو حاجة بس ملحقش يعني. طيب طبعا كده الأسرة يعني إعلامية فنية، وبالتالي ده ممكن يعني يخليه ياخد رأيكم في الأدوار، تقروا معاه السكريبت، تشوفوا الدور وياخد رأيكم في أدائه. طبيعة بقى العلاقة ما بينكم كأسرة واشتراككم في يعني الحكم على العمل الفني اللي بيقدمه شوقي شامخ. حقيقي هو كان بيحب ياخد رأينا قبل الأعمال ساعات وبعد الأعمال، بعد ما بيعمل الأدوار بتاعته كان دايما إيه رأيكم، إيه أنتوا شايفين إيه، حتى كان لما يجي يتفرج يحس لا أنا كان ممكن هنا مثلا اعمل المشهد ده احلى شويه، واحنا نقول له لا يا بابا ده كان حلو وجميل. عارفه اللي هو تحسي دايما عنده احساس ان انا عندي اكتر، عندي زياده، عايز ادي اكتر. فلا كان بياخد برضو راينا، وكان حريص جدا ان هو يختار ادوار معينه يعملها، يعني ما كانش بيقبل اي ادوار بسهوله، ويمكن ده اللي خلاه عمل ادوار فعلا لحد دلوقتي الناس فاكراها يعني. طبعا اللي يشوف السي في الفني بتاعه يلاقي ان هو فعلا كان بيدقق في الاختيارات، يعني دايما بيجي مرحله للفنانين
ممكن يقبلوا اي عمل من اجل الانتشار، لكن اعتقد شوقي شامخ كان من الشخصيات الانتقائيه في عمله. بالظبط، يعني مثلا زي رافت الهجان لحد دلوقتي، ابراهيم سولومون، ناس كثيره جدا يقول باباكي. الشخصيه دي كانت يعني علمت مع ناس كثيره قوي لحد النهارده، لما مثلا مسلسل يجي ناس تكلمني باباكي لسه شايفينه، ابراهيم سولومون دور حلو قوي. يعني الاجيال اللي بعد بقى مثلا المسلسل ده من اجمل المسلسلات اللي اتعملت فعلا طبعاً في تاريخ الدراما المصريه، وسبحان الله دلوقتي مستمره. كمان هو عمل دور كمال خلة، تلاقيه حلمية طبعا، ده كان دور مميز جدا ليه برضو، ناس تعلقت جدا بيه لانه اعتقد كان ضابط في الدور ده او في المخابرات. هو كان ليه كذا مرحلة فعلا. وفعلا كمال خلة من الادوار برضو اللي كانت بالنسبة له نقلة كبيرة برضو بعدين في حياته، في يعني في بالنسبة لمهنته او في الدراما عامة، من ادوار كمال خلة. وفي جه بقى بعد كده بالتسلسل بقى لما جه ارابيسك، وبعد كده كان في زيزينيا، وبعد كده زيزينيا برده عمل دور مختلف، لان الناس واخده على شوقي شامخ في ادوار معينه. بالظبط، فانه يعمل دور حد انتهازي متزوج، يعني مامه يحيى الفخراني في المسلسل، فده حد برده انتهازي عاوز فلوسها لانها اكبر منه سنا، دي كانت برده شخصيه مغايره جدا لطبيعه الشخصيات اللي بيمثلها. بالظبط، يعني هو اللي هي بالظبط مختلفه عن الحاجات اللي كان بيعملها ده حقيقي. انت حاسه انه كان في عنده اكتر، وانت بتتكلمي وقلتي هو يعني في اكتر، وبيقول انا ممكن ادي اكتر حقيقي، انت ممكن بابا فعلا المخرجين كان ممكن يطلعوا اكتر، وانه ده جزء صغير من موهبه شوقي شامخ، احنا ما شفناش الجزء الثاني. هو ممكن يكون جزء، هو كان عنده اكتر بكتير، بس حتى لو هو ساب جزء فالجزء ده كان هو اللي ساب علامه فارقه مع الناس حقيقي، يعني لحد دلوقتي حتى هو كان احساس دايما هو عنده اكتر، عايز يدي ويعمل حاجات كثيره، يمكن القدر يعني ربنا ما املهوش، بس هو الحاجات اللي عملها حتى ولو كانت مش بالكم الكبير، بس هي فعلا سابت له تاريخ عند الناس كلها، وده اهم حاجه طبعا. الناس حبيته في كل ادواره، خليها علامه بارزه في تاريخه. الله يرحمه ويحسن اليه. كان ايه النصيحه اللي هو كان حريص دايما ان هو يرددها عليكم؟ ان احنا نبقى منضبطين دايما في حياتنا، ونحترم الناس، عمرنا ما نتاخر عن مساعده حد. هو حقيقي مش عشان هو بابا بس، بابا يعني انا دايما كنت، حتى احنا بعد وفاته لقينا ناس كتير قوي هو كان بيساعدها من غير حتى ما يقول لماما، يعني هو كان حد خير جدا بيحب يساعد الناس كلها اللي ما يعرفوش قبل اللي يعرفه. وفي نفس الوقت قال لي الواحد يفضل يبقى عنده مبدا متمسك بيه ويمشي على اساسه في حياته العمليه وفي حياته الشخصيه، طول ما عندك مبادئ، عندك حاجات اتربيتي عليها رواسخ اساسيه، فربنا هيبقى معاكي دايما، فدي اهم حاجه. نصيحه هايله. طيب هو كمان كان عنده، هو في اسره مكونه من 10 اخوات. لا هم سبعة. طيب رقم كبير برضو. انا سامعة انه شوقي شامخ كان فاتح البيت دايما، بيحب اللقاء العائلي لاخواته، وان هو يعني كان برضو يعني حضرتك بتقولي ان هو خير، ودي حقيقة لأهالي هو المنطقة. كان الجو الاسري، هو بابا دايما فعلا في المناسبات، في الاعياد، في رمضان دايما اعمامي وعماتي، هو كان ترتيبه ايه ما بين اخواته؟ بابا تاني حد، يعني يعتبر برضو كبير. بعد عمي كبير. بالظبط. جميل. طيب كان ايه اكتر حاجه ممكن تفرحه في حياته؟ ان هو يشوف، يعني ان هو دايما يشوفنا فرحانين ومبسوطين، ان احنا نبقى حواليه، يعني ان هو يكون محسسنا بالامان، وده حقيقي ده اللي هو كان حاصل، يعني ان هو السند والظهر والامان، وان هو دايما اسرته تبقى حواليه ودايما فرحانين ومبسوطين وهم حواليه. بيرين انت عندك فرعين بقى في العيله، ماما استاذه سيفين صلاح الدين. أيوة. طبعا قارئه النشر الفرنسيه برضو، ومذيعه يعني لامعه كانت يعني معانا في القناه الثانيه. أيوة. وبابا طبعا شوقي شامخ رحمه الله، فنان جميل ومتميز. انت سلكتي طريق الاعلام، لكن انت بتعملي دراسات في معهد فنون مسرحيه. بدات بقالي سنه ونص ان انا بدرس في المعهد برضو، يعني بجرب، عارفه بتجربي سكك جديده، فممكن تفتح لك مجالات سواء كتابه او اخراج او تمثيل، بس الخط الاساسي بتاعي الاعلام. يمكن اتاثرت اكتر بماما في ان انا دراستي كانت اعلام، اشتغلت في ماسبيرو، فيمكن البدايه يعني بالنسبه لي الاعلام هو اللي متاثره بيه حاليا اكتر. جميل. ماما شايفه ايه اللي ممكن تقدميه في المرحله الحاليه لشوقي شامخ؟ والله انا شايفه ان انا دايما يعني احب ان الناس تبقى فاكراه، يبقى على سيره الناس، على وجدان الناس وذهن الناس، ويعني احب ان انا مثلا افضل دايما اعماله تفضل تتذاع على طول. يعني كل اعمال بتاعته اللي ثابت عليها مع الناس انها تفضل تتذاع على طول دايما، وان الناس ما تنساهوش. اكيد هو فنان قدير.
هل في اعمال هو كان بيحبها او مسلسلات هو كان بيعتز بدوره فيها؟ هي طبعا معظمهم، بس طبعا زي الاهي الحلميه، ارابيسك، كتيبة الاعدام، وطبعا شهد والدموع، وشوارع الخلفيه. صح، الشوارع الخلفيه كان قبل شهد والدموع، ده بدايه الدراما بتاعته كان في الشوارع الخلفيه. فمعظم اعماله بصراحه هو كان بيعتز بيها. هل عمره مثلا شاف نفسه في مهنه ثانيه غير التمثيل، ولا هو التمثيل اللي كان مسيطر عليه؟ يعني حقيقي هو من الحاجات، قال هو كل واحد يبقى ليه ميول. فهو عشان حتى بدايته لما درس تجاره، وكان في الاول ما كانش في مجال التمثيل، بس حاسه بعد كده لا في حاجه ناقصه، فهو بالنسبه له هو التمثيل كان بالنسبه له هو نفسه اللي بياخده زي ما بيقولوا. هو حصل على جايزه عن دوره في كتابه الاعدام، واعتقد حصل على جايزه برضو في دوره في فيلم اسرار البنات. اسرار البنات طبعا من الافلام المهمه برضو، استاذ مجدي احمد علي. فعلا اخذ عليهم الجوائز، واخذ برضو جوائز على مسلسلات. يعني الجوائز ما كانتش في المجال السينمائي بس، كمان كانت في المجال الدرامي برضو، في مسلسلات اخذ عليهم جوائز كذا مسلسل. لكن برضو هو نفسه كان بيفضل اي عمل، يعني هو شايف ان العمل اللي بيعتز بيه اكيد بيعتز بكل اعماله، من انه عنده مبدا في التمثيل وبينتقي ادواره. لكن في كده دور يعني ممكن يكون قريب ليه، قريب لقلبه، بيحب يعني يشوفه ويستعيده تاني في شريط السينما او في الدراما. ممكن ارابيسك. يعني شريف زازا من الادوار اللي كان بيحبها جدا بابا، على قلبه، قريبه من قلبه زي ما بيقولوا. زي ما قلتي كمان عشان استاذ جمال واستاذ اسامه الاثنين، هو يعني دايما مع هما الثلاثه مع بعض كانوا بيطلعوا احلى حاجه، فدايما ده بيبقى قريب من قلبه اكتر شغل معاهم. هل في دور مثلا حكى لكم ان هو كان نفسه يمثله، او شخصيه كان يجسدها من خلال الدراما او السينما؟ لا مفيش حاجه معينه. لو يمكن الاختلافات لحد ما كانت الادوار مختلفه طبعا، بس ما شخصيه مثلا تاريخيه، ممكن الاعمال التاريخيه زمنية. بس احنا ممكن، بس مفيش حاجه معينه يعني. بس هو كان بيحب الاختلاف برضه، يعني كان يحب ان هو ما يبقاش مكرر، ان هو يبقى كل مره يقدم حاجه مختلفه عن اللي قبلها. يمكن ده دفعه للاشتراك في الفوازير. كلمينا عن التجربة دي، لأنها برضو تجربة جديدة. يعني هو عمل يعني حاجة أشبه للكوميديا في أرابيسك، عمل أدوار جادة جدا في كتابة الإعدام وفي غيرها من الأعمال، وعمل كمان فوازير. فنتكلم عن تجربة الفوازير. كان معاني لي في الفوازير بتاعت نيلي، بالنسبة لي دي كانت تجربة مختلفة طبعا، وهي كان فيها برضو الحس الكوميدي. أنا حتى لما بتفرج عليها يمكن أنا كنت ساعتها أصغر، ممكن تقعدي يوم بحاله على مشهد واحد. صح، انتي بالظبط تنقلي من حاله لحاله من غير اي يعني فجاه، احنا مشهد بتعيطي فجاه مشهد بتضحكي، فنفسيا الواحد بيبقى مضغوط جامد، فالجو العام كان بيبقى مرهق، بس هو كان بيبقى مبسوط بالنسبه لي. كلمه اخيره يعني بتقوليها لروح بابا في نهايه لقائنا النهارده، تقولي له ايه؟ احب اقول له ان انت على طول انا فاكراك، على طول انت في بالي انا وماما واحمد، وانا فخوره ان انت والدي، وفخوره بكل اعمالك، وفخوره بتاريخك، وفخوره بسيرتك الناس كلها. يعني حقيقي لما اي مكان اروحه حتى بخلص ورقه او حاجه ما يعرفوا ان انا بنته، الاقي الحاجه بتمشي كده بكل سهوله. سبحان الله. فهي السيره الحلوه دايما كان يقول لي البني ادم سيره يسيبها بعد ما يتوفى. انت احسن ميراث. حقيقي نشكر وجودك معانا، شكرا جزيلا، وتحيه للوالده، وتحيه لروح الوالد اللي اعماله هتبقى معانا للابد على شاشه السينما والتلفزيون. شكرا، شكرا ليك يا كريم. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده في مصر جميله، وان شاء الله بكره لقاء يتجدد مع حضراتكم، ومصر دايما جميله.